عبد القادر صباح الخير. صباح الخير حنان. صباح الخير مراد. صباح الخير مراد. صباح الخير لكل المتابعين واهلا وسهلا بكم في فقره التواصل الاجتماعي. طبعا كنا في السابق تعرفنا على كيف نشتري هاتفا نقالا، وقلنا كيف يمكنك عند الذهاب الى السوق ما هي المعايير التي يجب عليك اخذها في عين الاعتبار لاقتناء هاتف النقال، وخلصنا في النهايه الى انه لا يوجد هاتف افضل من هاتف، وانما يوجد هاتف جيد لميزانيه معينه عن خلالها يمكن او من خلالها يمكن القول بان هذا الهاتف جيد ام لا. اليوم سنتعرف على كيف تقتني جهاز كمبيوتر وما هو افضل جهاز كمبيوتر موجود في السوق، وطبعا سنخلص الى نفس النتيجه التي خلصنا اليها في مع الهواتف، وانه لا يوجد جهاز افضل من جهاز، وانما يوجد جهاز جيد لميزانيه معينه. ومع ذلك اذا ذهبت للسوق لاقتناء جهاز كمبيوتر عليك الاخذ في عين الاعتبار مجموعه من المعايير والخصائص انا ساعرض عليكم. لكن عبد القادر عفوا على المقاطعه، نعم. لكن في هذه الايام ربما قليلون يتحدثون عن جهاز كمبيوتر التقليدي اليونت والشاشة، نعم. نتحدث عن على الأقل على اللابتوب، على اللابتوب، نعم. وهناك اللوحية أو أجهزة أو اللوحية الآيباد الكمبيوتر اللوحية، نعم. الآيباد الباد اللوحات، نعم. الآيباد أو الجالكسي تاب أو غيرها. الإشكالية هنا أو الخيار، نعم. هنا أو نعم الخيار هو في البداية يبدأ الخلاف داخلك ذهنيا، هل تشتري جهاز لابتوب أم تشتري لوحة إلكترونية. طبعا هنا الاختيار سهل لأنك إذا عرفت ماذا ستفعل بهذا الجهاز ستقرر. إذا كان للعمل مثلا لتصاميم للفيديو للكتاب، يعني هاي الأشياء غالبا سيدفعك الخيار إلى الذهاب إلى الكمبيوتر المحمول، لكن لأن اللوحة الإلكترونية لا تعوض الكمبيوتر المحمول. وإذا وصلت إلى الكمبيوتر المحمول ستقول أشتري ماك أو أشتري ويندوز، وفي النهاية ستفصل هل هو ماك أم ويندوز، لكن غالبية الناس يشترون أجهزة الويندوز. لذلك سأعرض هذه الخصائص العشر إذا ذهبت إلى السوق يجب أن تأخذها بعين الاعتبار حتى تقرر. تابع معي. البداية طبعا من الميزانية، كما قلنا إذ تحدد لك الميزانية مجال المواصفات والخصائص التي يمكنك اقتناؤها، وكلما كانت معقولة فإن الخيارات تكون أوسع والفرصة في الحصول على جهاز جيد عالية. ثانيا العلامة التجارية، تأكد من شرائك جهاز من علامة تجارية مشهورة ومعروفة حتى تضمن خدمات ما بعد البيع وقطع الغيار في حالة العطب. كما يجب عليك التأكد من استمرار المؤسسة في صناعة أجهزة الكمبيوتر، فعدد كبير من الشركات برغم شهرتها توقفت في إنتاج هذه الخدمة أو باعت قطاع أجهزة الكمبيوتر المحمولة لشركات أخرى أو تشهد صعوبات مالية وتقنية. الخصائص الفردية طبعا هذه مهمة جدا، يجب عليك تحديد الخصائص التي لا يمكنك التخلي عنها بأي حال من الأحوال، كالحجم والأجهزة المرتبطة وعدد المنافذ وربما بعض الميزات الأخرى. فكثير من الأجهزة الحديثة تخلت عن مشغل الأقراص مثلا، فإذا كنت تريد هذه الخاصية بشكل ملح فيجب عليك مراعاة ذلك قبل توجهك للسوق. ذاكرة العشوائية أو المعروفة بالرام، وتعد أحد أهم المميزات التي يجب مراعاتها عند اقتنائك لجهاز جديد، وكلما كانت الذاكرة أكبر كان أداء الجهاز أحسن وأسرع. وبشكل عام ننصح اقتناء جهاز بذاكرة لا تقل عن 6 جيجا، ومن الأفضل أن تكون 8 فما فوق. المعالج، طبعا المعالج هذا هو أحد أهم الأجزاء التي تحدد سعر الجهاز برمته، فهذه الرقاقة الصغيرة تعني الكثير في مجال سرعة الأداء وحرارة الجهاز والتنسيق بين التطبيقات وعتاد الجهاز، وهي بمثابة القلب، إذا صلحت صلح الجهاز وإذا فسدت فسد الجهاز. وينصح في هذا الصدد باقتناء جهاز بمعالجات معروفة وحديثة لا سيما من شركتي إنتل وAMD، ويمكن الاطلاع على مواقع تقييم الأداء للمعالجات والمقارنة بينهما لمعرفة مقدار قوتها وسرعتها مثل موقع CPU Benchmark. هذه أهم خمس معايير، هنالك خمس معايير أخرى سوف نعرضها، لكن هذه المعايير حتى إذا ذهبت إلى السوق يجب أن تأخذها بعين الاعتبار. أهم شيء
أريد التركيز عليه في المعايير الخمسة الأولى هي ما يعرف بالمواصفات الفردية أو الشخصية. إذا كنت مثلا تريد جهاز لابتوب بمحرك أقراص دي في دي أو سي دي، يجب أن تتأكد من أنك تريد هذه الخدمة، لأن الكثير الآن من الأجهزة لا تتوفر على هذه الخدمة أو تخلت عنها الشركات لصالح اليو اس بي ولصالح التخزينات السحابية وإلى غير ذلك. كذلك بالنسبة للمعالجات، بالنسبة للأي ام دي أو انتل، أي ام دي معروف أنه جيد جدا بالنسبة للجرافيكس، لمن يقوم بعمل جرافيكس نعم. أو البيانات وصور معالجة هذه البيانات. الأي ام دي يتفوق على معالج الأي ام دي يتفوق على الإنتل ومنذ عموما الإنتل أو الأي ام دي عندهم مجموعة كثيرة من المعالجات، كل واحد يصدر مجموعة كثيرة من المعالجات ولديها قوات مختلفة فيما بينها. فيمكن أن تقارن مثلا جهاز معالج أي ام دي المتوسط مع جهاز إنتل الأعلى فنقول أن إنتل أفضل، أو العكس إذا قارنت الإنتل الصغير بالأي ام دي الأعلى تقول أي ام دي أعلى، لكن هما منافسين وشركات شركتين أمريكيتين كبيرة جدا عملاقتين وتتنافس فيما بينهما، لكن كلاهما جيد. نحن لا ننصح فقط أن إذا اقتنيت جهازا أن تخرج عن هذين الشركتين في المعالجات، وهذا أهم شيء. أنا برأيي الشخصي عبد القادر بأن أهم معيار في أخذ هذه الأجهزة هو ليس الميزانية في المرتبة الأولى، أظن نعم. الاحتياجات الشخصية من هذا الجهاز بالنسبة للفرد، لأن الميزانية يمكن أن تتحكم فيها نعم. يعني إذا كنت سأشتري وليس معي المبلغ كامل يمكن أن أوفر في الأشهر نعم. القادمة وأحصل على الجهاز، لكن ما تستحقه أنت وما تحتاجه من هذا الجهاز هو الأهم يعني. فعلا، لكن إذا كانت عندك ميزانية مفتوحة بحيث أنك تضيف كل ما استطعت ذلك ستجد نفسك اقتنيت جهازا بمواصفات ربما أنت لا تريدها، مثل اللمس، ربما بصمة الفينجر برينت، كماليات الكماليات لأنها جميلة في الجهاز وستضطر إلى شرائها ربما. تابع معي في بقية الخمس الأجزاء الأخرى. أهم من بين أهم الأمور عند اقتنائك لجهاز لابتوب هي مساحة التخزين. ففي ظل توافر الأقراص الصلبة المحمولة والخدمات السحابية لم يعد أمر التخزين مهما جدا إلا للقليل من المتخصصين الذين يحتاجون مساحات كبيرة للتخزين، لكن ننصح هنا باختيار أجهزة كمبيوتر بأقراص صلبة ذات حالة ثابتة والمعروفة اختصارا بـ SSD، وهي أقراص سريعة جدا وعصرية لكنها أعلى سعرا بالمقارنة مع الأقراص الصلبة الأخرى HDD، وينصح بسعة لا تقل عن 250 جيجا لا سيما في أقراص SSD. سادسا، الشاشة. وبالرغم من جودة أغلبية الشاشات المتوفرة في السوق وتأديتها للحد الأدنى المطلوب من الأداء فإنها تختلف من جهاز لآخر، إذ يوجد منها الناصعة وتلك التي تدعم اللمس وغيرها، لكن ننصح هنا بالحصول على شاشة عادية إذا كانت ميزانيتك محدودة، والتركيز أكثر على بطاقة الشاشة وكمية ونوعية الذاكرة التي تحتويها، وهذه الخاصية بالذات تهم مصممي الفيديو ومحرري الصور وهواة ألعاب الفيديو، كما أن جودة بطاقة الشاشة تنعكس إيجابا على أداء الجهاز. سابعا، البطارية، وهي ميزة ضرورية جدا عند اختيارك لحاسوبك المحمول. تأكد من عمر البطارية وجودة صناعتها وكم تدوم في وضع التشغيل. غالبا يكون عمر البطاريات بين 3 و4 ساعات، وقليل منها يتجاوز هذا الحد، كما أن لها عمرا افتراضيا إذ يتراجع أداؤها بمرور الزمن حتى تعجز عن أداء مهمتها، ويكون عليك حينها تغييرها إذا أردت ذلك، لذا كلما كانت قابلة للفصل كانت أفضل. ثامنا، الضمان، وهنا يجب عليك الحصول على ضمان بأجل طويل ويغطي أعطابا أكثر، لكن هنالك معادلة طردية في الموضوع، كلما كان الضمان جيدا كان سعر الجهاز مرتفعا، لذا احرص على الحصول على ضمان جيد بسعر مناسب، وابتعد ما استطعت عن الأجهزة التي من دون ضمان ولو أعجبك سعرها. الخصائص الكمالية وهي التي سوف ربما أختم بها، هنالك خصائص لا تساهم كثيرا في جودة الجهاز ولا تؤثر بشكل واسع على أدائه، لكنها تنعكس بشكل ملحوظ على السعر، مثل خاصية اللمس وبصمة الأصابع ودوران الشاشة لتصبح مثل الألواح الإلكترونية والشاشات الفرعية والأقلام ولوحات الرسم المتصلة وغيرها. فإذا كانت ميزانيتك محدودة ننصحك بالتخلي عن هذه الخصائص الكمالية والتركيز على ما سبق ذكره. إذن هذه هي 10 أمور يجب أخذها في عين الاعتبار إذا ذهبت لاقتناء جهاز لابتوب.
عندي سؤال سريع. نعم. عبد القادر، هناك يعني من يكون بالبيت ويستعمل حاسوب يمكن أن يفصل البطارية وفقط يضعه. نعم. في الكهرباء، هل هذا يعطي عمر أكثر للبطارية، تحافظ على عمر يعني فقط يستعمل البطارية إذا كان غير إذا كان يحتاجها؟ كانت البطاريات القديمة كانت تفسد بسرعة إذا كانت على الجهاز على الشاحن، إذا كانت على الشاحن طول الوقت فتتعرض للتلف بسرعة أكثر. لكن البطاريات الحديثة الآن لا تتعرض لنفس التلف بنفس الطريقة، بحيث إنها إذا شحنت 100% يتوقف الشحن أوتوماتيكيا وتصبح عبارة عن ناقل للكهرباء فقط، ويبدأ الجهاز يستخدم الكهرباء مباشرة دون المرور عبر البطارية. لذلك في الأجهزة الحديثة الأمر لم يعد هاما جدا. معلومة جيدة، شكرا لك عبد. إذن نختم ربما بهذه القصة، انتهى الوقت، لا نختم بأي شيء، ختمنا بهذا. شكرا، نحن نواصل. إذن شكرا لكم، وبقي تمنياتي ببقية فقرات ممتعة. يومك سعيد، لكن القصة مغرية جدا. نعم. ندعو مشاهدين ومتابعتها في الحلقة القادمة إن شاء الله. شكرا لكم. شكرا عبد القادر.